بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم معلم لغتي بالصف السادس الابتدائي بمدارس الجامعة الأستاذ محمد درويش. أقوم لكم هذا اليوم بشرح درس نص الفهم القرائي رعاية المسنين في الإسلام الفصل الدراسي الثاني. رعاية المسنين في الإسلام. لقد مضت سنة الله في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته الدنيوية، فيبدأ ضعيفا ثم شابا قويا وأخيرا شيخا ضعيفا. ولقد عنيت الشريعة برعاية الإنسان منذ نعومة أظفاره وحتى مماته. ولقد حرص الإسلام على مرحلة الشيخوخة وجعلها محطة تكريم وعناية خاصة، وأوصى بالرعاية والاحترام والتوقير لأهله وبخاصة الوالدين، ذلك أن صاحبها يتصف بالضعف والحاجة إلى الآخرين لخدمته والقيام بشؤونه الدنيوية. للمسن مكانته المتميزة في المجتمع المسلم، فهو يتعامل معه بكل توقير واحترام يحدوه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العناية بالمسنين وتوقيرهم وتقديمهم في أمور كثيرة، ومن ذلك أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يبدأ الصغير بالتحية ويلقيها على الكبير احتراما وتقديرا له، وألا يتكلم الصغير في أمر دون الكبير. ويعيش المسن في المجتمع المسلم في كنف أفراده، ويجد له معاملة خاصة تميزه عن الآخرين. ولم تقتصر هذه الرعاية على المسلم، بل امتدت يد الرعاية لتشمل غير المسلم طالما أنه يعيش بين المسلمين. فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق العادل مع شيخ كبير ضرير. فمما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه شيخ كبير ضرير البصر يسأل، فضرب عرضه من خلفه فقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر رضي الله عنه بيده فذهب به إلى منزله، فرضخ له من المنزل بشيء، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إذ أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، ويمكننا أن نلمس صورا من الرعاية العامة للمسنين. فلقد ظهر في المجتمع المسلم ما يسمى الأربطة، وهي أماكن تهيأ لسكن المحتاجين، وأصبح بعضها ملاجئ لكبار السن. فالأصل رعاية المسن في أسرته، ثم الفرع وهو ظهور هذه المؤسسات الاجتماعية مثل الأربطة والدور الاجتماعية، وهي في بداية نشأتها كانت جهودا أهلية من المحسنين من أفراد المجتمع المسلم، ثم تولتها الدولة بعد ذلك. إن جيلنا الحاضر بحاجة إلى المزيد من الإحسان والتوقير والاحترام لكبار السن، لنجعلهم يستقبلون الحياة بثغر باسم ويتنسمون هواءها بصدر منشرح، وفي ذلك تقرب إلى الله وانتظار للجزاء الحسن منه لقاء ذلك. هيا بنا يا أبنائي نناقش مع المفردات ومعانيها من مفرد وجمع ومضاد وترادف، والتطرق إلى القيمة الضمنية. من يستخرج لنا القيمة الضمنية من هذا الدرس؟ أحسنت يا بني، احترام كبار السن. كيف نحترم كبار السن يا أبنائي؟ بارك الله فيك، تقدمه عليك، أحسنت. لا تتكلم في أمر دون أن تستأذنه أو تأخذ الإذن منه، أحسنت ما شاء الله عليك. تبدأ بالتحية ويلقيها عليك، نعم أحسنت ما شاء الله عليك.
بارك الله فيك يا بني. طيب ماذا تفعل يا محمد إذا وجدت أحد كبار السن واقفا وأنت جالس في وسيلة مواصلات، في مكان انتظار، في أي شيء؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بني. نعم، تقوم وتجعله يجلس مكانك. بارك الله فيك، أحسنت. لقد مضت سنة الله في الإنسان أن جعله يمر بمراحل، يمر بمراحل، مفرد مراحل، ممتاز، مرحلة متعددة بمعنى مختلفة في رحلته الدنيوية، يعني أثناء الدنيا، فيبدأ ضعيفا ثم شابا قويا، ضعيفا وقويا، بينهما بارك الله فيك تضاد، أي أن الكلمتان عكس بعضهما، وأخيرا شيخا ضعيفا. ولقد عنيت الشريعة برعاية الإنسان منذ نعومة أظفاره، نعومة أظفاره المقصود بها مرحلة الصغر، وحتى مماته. ولقد حرص الإسلام على مرحلة الشيخوخة، جمع مرحلة، ممتاز، مراحل. من يعرف لنا كلمة مرحلة؟ بارك الله فيك. اسم مجرور بعد حرف الجر على وعلامة جره الكسرة الظاهرة، على مرحلة الشيخوخة، وجعلها محطة تكريم، جمع محطة، بارك الله فيك، محطات. من أي نوع الجموع هذا؟ بارك الله فيك، جمع مؤنث سالم. وعناية خاصة، مضاد خاصة، بارك الله فيك يا محمد، عامة. وأوصى، انتهت هذه الكلمة بألف لينة، من يقول لنا السبب؟ أوصى هذه الكلمة، بوركت يا بني، لأنها أكثر من ثلاثة أحرف ولم يسبق الألف اللينة ياء. بارك الله فيك، أوصى، أعرض الأحرف، واحد اثنان ثلاثة أربعة، بارك الله فيك. إذا هي فوق الثلاثة، ولها قاعدة وهي أنه إذا كان الفعل أكثر من ثلاث أحرف تكتب دائما على صورة ياء غير منقوطة إلا إذا سبقها ياء. طب من يعطيني مثالا لكلمة تكتب ألف قائمة؟ بارك الله فيك، استحيا، نجد أنها كتبت على صورة ألف قائمة لأنها سبق الألف لينة ياء. بوركت يا بني، كلمة أخرى أسمعك تقول ما نوع الألف هنا وما نوع الألف هنا. نوع الألف هنا بوركت يا بني همزة وصل، همزة وصل، وهذه لا لا، تنبه لإجابتك، ها من يصحح خطأه؟ همزة قطع، بوركت يا بني، همزة قطع، وهذه ها همزة قطع، لا انتبه. طب كيف نكتشفها؟ وضع حرف الواو، وأوصى نطقت الألف، إذا هي تنطق عند الوصل وعند تركها وعند نطقها مفردة، فهي همزة قطع، وهذه استحيا في بداية الكلمة. طب عند وصلها بما قبلها واستحيا، نجد أننا لا ننطق الألف ولا الهمزة ونقول وس واستحيا، بوركت يا بني. وأوصى بالرعاية والاحترام والتوقير لأهله وبخاصة الوالدين، من يقول لنا لماذا اختص الله الوالدين أو اختص الإسلام الوالدين؟ ممتاز، ما شاء الله، لما لهما علينا من حقوق وأفضال كثيرة، وبخاصة الوالدين، ذلك أن صاحبها يتصف بالضعف، وهذه أيضا من الأسباب عند الكبر، وأوصانا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذن اختص مرحلة الكبر، وذلك لأن الأب والأم في هذه المرحلة يتصف بالضعف والحاجة إلى الآخرين لخدمته والقيام بشؤونه الدنيوية. هذه الهمزة همزة متوسطة أم متطرفة؟ متوسطة. لماذا كتبت بهذه الصورة؟ بوركت يا بني، لأن الهمزة جاءت مضمومة وما قبلها مضموم، والضمة يناسبها رسم الهمزة على الواو. للمسلم مكانته المتميزة في المجتمع المسلم، جمع المجتمع المجتمعات، المسلم المسلمون أو المسلمين، وهو جمع مذكر سالم، فهو يتعامل معه بكل توقير واحترام، توقير واحترام، بينهما اختر مما أقول، ترادف، تضاد، جمع ومفرده، بوركت يا بني، بينهما ترادف، لماذا؟ لأن الكلمتين لهما نفس
المعنى تقريبا. يحدو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يوقر المقصود بها يعظم ويمجل ويحترمه. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العناية بالمسنين وتوقيرهم وتقديمهم في أمور كثيرة. أمور مفرد أمور، أمر أحسنت. كلمة أمور تدل على جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، أم جمع تكسير؟ بوركت يا بني، جمع تكسير. ومن ذلك أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يبدأ الصغير بالتحية ويلقيها على الكبير احتراما وتقديرا له، وأن لا يتكلم الصغير في أمر دون الكبير. هذه بعض الأشياء التي يجب علينا أن ننتبه إليها عند التعامل مع كبار السن. ويعيش المسن في المجتمع المسلم في كنف أفراده. معنى كنف أفراده رعايتهم وحفظهم، ويجد له معاملة خاصة تميزه عن الآخرين. ولم تقتصر هذه الرعاية على المسلم، بل امتدت يد الرعاية لتشمل غير المسلم طالما أنه يعيش بين المسلمين. فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، لماذا كتبت كلمة ابن بهذه الصورة ولم نكتب الألف؟ بوركت يا بني، لأن ابن جاءت بين اسمين علمين، والثاني أبو الأول. هل هناك حالات أخرى؟ نعم، كلنا إذا جاءت بعد ياء النداء يا ابن الخطاب تحذف أيضا. مع شيخ كبير ضرير، جمع شيخ شيوخ، جمع تكسير، جمع كبير كبار، جمع تكسير. الضرير هو فاقد البصر. فمما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه شيخ كبير ضرير البصر يسأل، يسأل يعني يستجدي، يطلب من الناس الطعام أو المال، فضرب عضده. عضده هو ما بين المرفق والكتف من خلفي، فقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أيضا. قال: فما ألجأك؟ ألجأك همزة متوسطة أم متطرفة؟ بوركت يا بني، متوسطة. لماذا كتبت على ألف ولم تكتب على ياء أو واو أو على السطر؟ بوركت، لأن الهمزة الجاء مفتوحة وما قبلها مفتوح، إذن الفتحة يناسبها رسم الهمزة على الألف فكتبت بهذه الصورة. إلى ما أرى، قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. هذا هو السبب أن الرجل كان يسأل الناس الجزية والحاجة والسن. أما الجزية فهي ما يؤخذ من أهل الذمة من المعاهدين أو من المعاهدين وهم اليهود والنصارى، وهو مبلغ من المال. فأخذ عمر بيد هذا الرجل اليهودي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على رحمة عمر وتسامحه حتى مع غير المسلم. فذهب به إلى منزله، جمع منزل منازل، فرضخ له، رضخ له المقصود بها أعطاه قليلا من الكثير من المنزل بشيء، همزة متطرفة وكتبت على السطر لأن سبقها حرف ساكن. ثم أرسل إلى خازن بيت المال، جمع بيت بيوت، جمع المال الأموال، فقال: انظر هذا وضرباءه. ضرباءه المقصود بها النظراء والأشباه لهذه الحالة. مفرد ضرباء ضريب، وهو الشبيه والنظير. فوالله ما أنصفناه إذا كنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. أكلنا شبيبته المقصود بها استفدنا من خيره وقوته، ثم نخذله ثم نتخلى عنه عند الكبر ونتخلى عن عونه ونصرته. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، وهذا يدل على رحمة الإسلام حتى بكبار السن من غير المسلمين. ويمكننا أن نلمس صورا من الرعاية العامة للمسنين. فلقد ظهر في المجتمع المسلم ما يسمى الأربطة. ما هي معنى كلمة الأربطة؟ أقول لك هي أماكن تهيئ لسكن المحتاجين، وأصبح بعضها ملاجئ لكبار السن. مفرد ملاجئ، ممتاز، ملجأ.
لكبار السن، فالأصل رعاية المسن في أسرته، ثم الفرع وهو دور هذه المؤسسات الاجتماعية. إذن واجب علينا أن نرعى الأب والأم وخاصة عند الكبر، ولا نجعلهم يشعرون بالعزلة والملل. وهو ظهور هذه المؤسسات الاجتماعية مثل الأربطة والدور الاجتماعية. المؤسسات كلمة تدل على مفرد أم مثنى أم جمع. بوريت يا بني جمع، وما نوع هذا الجمع؟ جمع مؤنث سالم. مثل الأربطة والدور الاجتماعية، وهي في بداية نشأتها كانت جهود الأهلية من المحسنين من أفراد المجتمع المسلم، ثم تولتها الدولة بعد ذلك. إن جيلنا الحاضرة بحاجة إلى المزيد من الإحسان والتوقير والاحترام لكبار السن، لنجعلهم يستقبلون الحياة بثغر باسم ويتنسمون هواءها بصدر منشرح، وفي ذلك تقرب إلى الله، إذن فيه طاعة وثواب وأجر وانتظار للجزاء الحسن منه لقاء ذلك. القيمة الضمنية التي وجدت في هذا الدرس احترام كبار السن. هيا بنا ننتقل إلى الأنشطة. أقرأ النص قراءة صامتة مدة 10 دقائق، ثم أجيب عن الآتي. انتبه إلى أداب القراءة الصامتة. النظر بالعينين دون تحريك الشفتين، يعني لا نخرج الصوت حتى لا نزعج الآخرين، أو الإشارة بالإصبع. الالتزام بالوقت المحدد، عندما قال لك 10 دقائق يجب أن تلتزم بهذا الوقت. الإمساك بالقلم لتسجيل الملاحظات على جانبي الصفحة. ما علاقة الصورة بعنوان النص؟ هذه هي الصورة، ما علاقتها بعنوان النص؟ قل لنا. الصورة تعبر عن جانب من رعاية المسنين ومساعدته. الصورة تعبر عن جانب من رعاية المسنين ومساعدتهم. أملأ الجدول الآتي. الفئة التي يتحدث عنها النص، فكر يا بني، تجد أنها كبار السن، وفي العنوان المسنين، وهم كبار السن أيضا. اسم خليفة من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب. فعلا مضارعا منصوبا. فعل مضارع منصوب يجب أن يسبقه ناصب، مثل أن ولام التعليل، وتحدثنا عن أن. نجد أن فعل يبدأ، أن يبدأ، يسلم. فعلا يتضمن ألف اللينة. بوركت يا بني أرى. طب لماذا كتبت بهذه الصورة؟ لأنها فعل ثلاثي، والقاعدة المضارع منه يرى، لم تتضح الرؤية. إضافتها إلى تاء الفاعل رأيت، ممتاز، بارك الله فيك يا بني. نجد أنها ياء فتكتب على صورة ياء غير منقوطة. ما المقصود بالأربطة؟ بارك الله فيك، هي أماكن تهيأ للسكن المحتاجين. لما حرص الإسلام ووصى على مرحلة الشيخوخة. بوركت يا بني، لأن صاحبها يتصف بالضعف، لأن صاحبها يتصف بالضعف والحاجة إلى مساعدة الآخرين وخدمته للقيام بشؤونه الدنيوية. أقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة مهارتها. مهارة القراءة الجهرية إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. عذرا. اثنان، رفع الصوت والتنغيم. أستخرج من المربعات عبوديا كلمة تعني حكم الله في خليقته، حلم، ضرير، جزاء، هرم، سنة. سنة بوركت يا بني، سنة. آخر مراحل عمر الإنسان، بوركت
حرام. الأنات والعقل بارك الله فيك حلم. فقد البصر بولدت يا بني ضرير. المكافأة على الشيء جزاء بارك الله فيك. علامة تدل التراكيب الملونة في العبارات الآتية: إذ أكلنا شبيبته بوركت يا بني استفدنا بخيره وقوته. عنية الشريعة بالإنسان منذ نعومة أظفاره بارك الله فيك الصغار. بأحرف ساطعة دليل على المجد والشرف. محطة تكريم المقصود بها رعاية وراحة بارك الله فيكم. أستخرج من النص الألفاظ الدالة على مرحلة كبر السن وأكتبها في المكان المخصص. هيا يا بني تعاون مع مجموعتك في كتابة هذه الكلمات الدالة أو الألفاظ الدالة على مرحلة كبر السن. بوركتم جميعا شيخ الشيخوخة المسن كبار السن الهرم. أستعين بمعجم لغوي لأبحث عن معنى الكلمتين الملونتين في الجملتين الآتيتين. المسن المقصود بها كبار السن، أما كلمة خصال فالمقصود بها صفات مسؤولية. كتبت الهمزة المتوسطة على ومن يعطيني السبب؟ بارك الله فيك، لأن همزة متوسطة وفي الهمزة المتوسطة نقارن بين حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، فنجد أن مسؤو جاءت الهمزة مضمومة وما قبلها مس ساكن تكتب على واو. بوركتم جميعا. أرتب المراحل العمرية الآتية لرحلة الإنسان في الحياة في جدول الخط الزمني لعمر الإنسان. الرضيع، بعدها الغلام بوركت، بعدها الصبي، بعدها الفتى بارك الله فيكم، بعدها الشاب بارك الله فيكم جميعا وبوركتم وحفظكم الله الشيخ. تحدث النص عن فئة معينة من الناس، ما هذه الفئة؟ صغار السن أم كبار السن؟ بارك الله فيك يا محمد، كبار السن. أبرز الصفات المعنوية التي يتحلون بها: الحكمة، الحنان والعطف بارك الله فيك، رقة القلب، والضعف، وأحيانا الغضب لأسباب بسيطة. لما نهتم برعاية المسنين؟ أقول لك لحقهم علينا وما قدموا لنا وللمجتمع من بذل وعطاء. لحقهم علينا وما قدموا لنا وللمجتمع وللمجتمع من بذل وعطاء، كما أنها وصية الإسلام. التعاون معنا بجوار الإكمال الفراغات الآتية من المواقف التي يحس فيها المسلمون بسعادة الحياة، يحس فيها المسنون بسعادة الحياة: اجتماعهم مع أبنائهم وأحفادهم في المناسبات الاجتماعية، أيضا اجتماعهم مع أبنائهم وأحفادهم في المناسبات الدينية مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى، أيضا الاستئناس بمصاحبتهم. فلا نجعلهم يشعرون بالعزلة والملل. أوصى الإسلام بالوالدين خاصة عند الكبر. واجب المنزلي عليك أن تبحث لنا عن آية
جاء فيها وصية الإسلام بالوالدين وخاصة عند الكبر، اعترافا بجميل صنيعهما في تربية أبنائها، اعترافا بحقهما على أبنائهما، وأيضا تقديرا لدورهم ولأنهم يكونون في أمس الحاجة إلى الرعاية. آتي من النص بالنتيجة المترتبة على كل سبب مما يأتي، عدم وجود راع للمسن. النتيجة أقول لك قيام الدولة برعايتهم. وصول اليهودي إلى سن الشيخوخة، بارك الله فيك، الأمر يتعلق بموقف عمر بن الخطاب. نعم، فرض له عمر بن الخطاب العطاء من بيت مال المسلمين ورفع عنه الجزية. وهذا أيضا إن دل على شيء يدل على رحمة عمر وتسامح عمر وعدل عمر حتى مع اليهودي. أصف حال اليهودي عندما رآه الخليفة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، كان شيخا، الله بارك الله فيك يا بني، فعل ناسخ، فعل ناسخ يدخل على الجملة الإسمية، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. طيب، كلمة شيخا بارك الله فيك، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كان شيخا كبيرا. الاسم، نعم الاسم محذوف وهو يعود على الشيخ اليهودي، كان الشيخ اليهودي شيخا كبيرا ضرير البصر في حالة شديدة من الفقر والضعف. ما موقف الخليفة عمر منه وماذا نتعلم من هذا الموقف؟ أمر الله بالعطاء من بيت مال المسلمين، بوريك نتعلم من هذا الموقف أن الإسلام بارك الله فيك، أن حرف إيه؟ ها؟ حرف ناسخ يدخل على الجملة الإسمية، ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره. الإسلام اسم أن منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن الإسلام دين الرحمة والعدل والتسامح حتى مع غير المسلمين. يا الله على هذا الدين. أسجل بعض مظاهر عناية الإسلام بالمسنين. أوجب الاحترام والتوقير لهم، أوجب الإسلام الاحترام والتوقير لكبار السن أو للمسنين، وأيضا أوجب رعايتهم عند الكبر. ما النصيحة التي ختم بها النص؟ وما الأثر الذي يتحقق للمجتمع المسلم عندما يطبقها؟ النصيحة أن كبار السن بحاجة إلى مزيد من الاحترام، أن كبار السن بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاحترام. الأثر، بارك الله فيك يا بني، يسعد المجتمع ويطمئن الإنسان على نفسه، يسعد المجتمع ويطمئن المسن على نفسه. عندما يجد من يرعاه عند الكبر. عندما يجد من يرعاه عند الكبر. يسعد المجتمع ويطمئن الإنسان على نفسه عندما يجد من يرعاه عند الكبر. وناقشوا مع مجموعتي ما يأتي. وجود الأربطة والدور الاجتماعية لرعاية المسنين، هل هو اعتراف من المجتمع بحقوقهم أم تمكن لهم من أسرهم؟
فكر 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 مع مجموعتك يا بني. بارك الله فيكم، هذه المجموعة مجموعة مميزة، هو اعتراف من المجتمع؟ نعم هو اعتراف من المجتمع بحقوق المسنين في حال عدم وجود راعي لهم، في حال عدم وجود راعي لهم. وأيضا هو تنكر من بعض الأبناء القصات القلوب أو ذو القلوب القاسية، فهو تنكر من أسرهم إذا أهملوا رعايتهم. أبين موقفي من التصرفات الآتية: أخوك لا يلقي السلام على جاره المسن عند مرور لأنه ضرير، أنصحه بإلقاء السلام عليه، أنصحه بإلقاء السلام على هذا الجار الضرير لحقه علينا وهي من حقوق الجار. فتى يسابق مسنا في المسجد لإدراك الصف الأول مع المصلين، أنصحه بتوقير المسن وتقديمه إيه؟ عليه، أنصحه بتوقير المسن وتقديمه على نفسه. لا تسابقه في الدخول، بل يجب أن تقف احتراما له وتقول له تفضل يا عم أو يا جد. أختك ترفض زيارة جدتك أسبوعيا وتفضل البقاء للاعب الألعاب الإلكترونية، أنصحها بزيارة الجدة أيضا لحقها علينا وما في ذلك من صلة الرحم، ولأن ذلك صلة للرحم. واجب اليوم هو نسخ من كلمة لقد مضت سنة الله إلى والقيام بشؤونه الدنيوية. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم، شاكر لكم حسن استماعكم. كان معكم معلم لغتي الصف السادس أستاذ محمد درويش، المعلم بمدارس الجامعة الأهلية ضمن منظومة التعليم عن بعد.